هذا ويستمر الاقبال علي الحمله الوطنيه للتطعيم في مملكه البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا علي الجرعه الاولي من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتي مساء يوم امس الاحد اكثر من مليون ومائه الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين علي الجرعه الثانيه من تطعيم مليون واربعه واربعين الف شخص وهذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضروره المبادره والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول الى المناعه المجتمعيه التي ستسهم بدورها في عوده الحياه الطبيعيه